هذا ولا يزال الأهالي في قطاع غزة يحدهم الأمل في الوصول إلى دويهم تحت الأنقاض وفي بلدة الزويدة التي تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة دير البلح وسط القطاع يبحث الفلسطينيون تحت ركام المنازل المدمرة أملا في العثور على دويهم أحياء كانوا أو شهداء مشهد متكرر يدمي القلوب قلوب كل من يتابع الماساة الانسانية في قطاع غزة، إلا سكان القطاع الذين اعتادوا مواجهة الاحتلال بصدور عارية، لا تخيفهم غارة أو قصف أو اشتباك. وسط هذه المباني المهدمة، يبحث سكان وسط غزة بين الأنقاض عن روح لم تصعد لبارئها، أو أشلاء وجثامين ذويهم وأقاربهم ممن سقطوا ضحية القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع. هنا في الزويده، خارج دير البلح. يبحث السكان بين أنقاض هذا المبنى المدمر باستخدام المجارف ومنشار كهربائي وجرافة على أمل العثور على من لا يزالون محاصرين. ويقول سكان الزويدة إنه يعتقد أن 36 شخصاً على الأقل دفنوا تحت أنقاض المبنى بينهم 32 شخصاً من عائلة واحدة وعلى مدار أكثر من 135 يوماً أدى العدوان الإسرائيلي إلى استشهاد ما يقرب من 29 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال وتسبب العدوان في نزوح حوالي 80% من سكان شمال ووسط غزة إلى جنوب القطاع فيما يواجه معظمهم خطر المجاعه والاوبئه